الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية والمتناغمة معها. نحضر اليوم الجامع بالسجون في دورتها 11 باعتبارها شكل من أشكال انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الاجتماعي بغرض تنزيل وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وانفتاح المؤسسة السجنية على جميع الشركاء أو المعنيين بتدبير الشأن العمومي باعتبار الشأن السجني أيضا شأنا عموميا يهدف إلى تنزيل مخرجات الدستور 2011 ويسعى أيضا إلى تدبير أمثل لهذا الفضاء في شراكة ما فتئت المندوبية العامة على تأكيدها مع جميع الأطراف والقوى الفاعلة داخل المجتمع المغربي. ونعتبر أن مساهمة المجتمع المدني والمندوبية العامة في التنمية والنهضة التي يعرفها المجتمع المغربي عمل جد مهم، خصوصا هذه النهضة التنمية وهذه التنمية التي تتم تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله وشكرا. أنا نزيلة مسجل المحلي لدايا، حاصلة على إجازة في الأدب العربي وإجازة في القانون وسنة أولى علم اجتماع. خلال الفترة العقابية ديالي استغلتها وحصلت على العديد من الشواهد الجامعية اللي هادي تخول لي ندخل سوق الشغل إن شاء الله من بعد الإفراج. وكان المشكل اللي عندي هو أني تنقول واش كاينين محتضنين لهاد الكفاءات اللي ندمجوا وتغيروا بالتطور الفعال تتقوم به المندوبية العامة تاع إصلاح وتأهيل السجناء. خلال الفترة كاينين عدة برامج تقوم بها المندوبية اللي تتسهر على إدماج السجين. واليوم الجامعة في السجون الجامعة الخريفية للدورة ديالها 11 اللي هي تحت عنوان تعزيز المشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة الإدماج للوقاية من العود، حيث هذا المشكل تنعانوا منه حنا السجناء كاملين. حصلنا على شواهد تكوينات، حصلنا على بزاف ديال المؤهلات اللي تخلينا ندخلوا لقطاع الشغل اللي خرجنا، ولكن واش كاين محتضنين لهاد الكفاءات؟ واش كاين اللي بيشد بيدينا؟ هذا هو المشكل اللي تنعانيو به. وتنشكروا المندوبيه العامه لاداره السجون اللي حطت هذا الموضوع يكون اليوم هو الموضوع ديال المحاضرات باش يجاوبونا المحاضرين الاجلاء للتساؤلات ديالنا والاشكاليات ديالنا. وشكرا. طالب جامعي حاصل على ماستر في العلوم السياسيه والتواصل السياسي، يعني احنا كنزلاء مؤسسه السجنيه بصفه عامه وكطلبه جامعيين فان تطلعاتنا في الادوار الرياديه اللي كتقوم بها اللي كيقوم بها المجتمع المدني في المغرب خاصة في السنوات الأخيرة هي تطلعات كبيرة، خاصة الدفاع والترافع أمام يعني المؤسسات الوطنية وأمام المجتمع على سجناء ونزلاء المؤسسات السجنية من أجل توفير ظروف يعني وآليات لإعادة إدماجهم، خاصة المسائل اللي عندها علاقة بمسائل يعني مصدرية وقانونية كإعادة الاعتبار وإلى ذلك. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم تنظيم الجامعة في السجون في دورتها 11 تحت عنوان تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود، وذلك بالسجن المحلي سلا. فلا يخفى عليكم انه بالنسبه لنا فهاد الحفل هذا كنعتبروا حنا بالنسبه لنا عرس اكاديمي بامتياز، بحيث اننا كنتمكنوا من اللقاء ومناقشه ثله من الاساتذه الاكاديميين والباحثين. فشكر جزيل سيد المندوب العام لاداره السجون واعاده الادماج، وشكر موصول لكل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذا الحدث الكبير بالنجاح، وأن تسفر عن خلاصات وتوصية في مستوى الطموحات وانتظارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.